السلام عليكم. شفت دي فيديو عجبني الحال، عجبني الحال حيت الناس كيتجمعوا الماكله، ما باغيينش يخرجوا، فهموا بان القضيه حامضه، فهمتي؟ فهموا بان الا خرجوا الا داز ليهم الفيروس غادي يقدروا، واخا هما ما يكونوا ما باينش فيهم اعراض ياك، راه يقدروا يدوزوا الفيروس لناس حدا اخرين اللي هما شويه ضعاف علينا في المناعه ديالهم، ويقدروا يوقعوا لهم دي كومبليكاسيون. وبما ان البلاد ديالنا القضيه فيها شويه على قد الحال، شويه بزاف راه حيتاش نقدر نموت. فهموها. جات واحد السيده قالت لك انا ماشي طبيبه، انا ما قارياش ياك، انا ما قارياش، بدا هي كتعترف مزيان كتعترف، وغنقول رايي بسم الله الشريفه، سنا الحاجه شنو كورونا ما كايناش. يا كلالا كورونا ما كايناش، تبارك الله على الدكتوره ديالنا، تبارك الله على العلم، تبارك الله، مين جبتي هادشي هذا كامل؟ الله سبحانه وتعالى والقران، وحنايا غير بالايمان ديالنا غادي نحاربوا كورونا. وعلاش بالايمان ديالك ما حاربتيش مرض السمن اللي فيك؟ علاش بالايمان ديالك ما حاربتيش الماكله والهمباكه والتكتاكه والتكتوكه والطواجن اللي كيسكت زردي فيهم كل نهار؟ علاش بالايمان ديالكم والايمان ديالنا حنا كاملين ما قدرناش نحبسوا السكر، مرض السكر؟ الا ما كانش فيك انت السكر في والدة ديالك، ما كانش والدة ديالك في الاب ديالك، ما كانش الاب ديالك في بنت الحومه ديالك، السكر عارفه كاين ياك؟ كيفاش كتعرفي بان كاين السكر؟ كديري التحليله. الا درتيها، حيت الناس اللي راسهم قاصح بحال هكاك محاش ما يمشيوش، ما تيبغوش يتبعوا، ما تيبغوش يديروا، ما تيبغوش يديروا الريجيم، ما تيبغوش ياخذوا الدواء، تيقول لك موت حدا اللي كاينه، انتوما صحاب موت حدا اللي كاينه، انتوما صحاب موت حدا اللي كاينه. السكر كديري التحليله، ما كديري التحليله كتلقاها طالعه 3 غرام 4 غرام خزان، كتقول لك اوليدي الخزان لقيتو 12 خزان، عارفه؟ ورا نفس الحاجه بالنسبه للفيروس. الفيروس عندنا حنايا واحد الطرق ديالنا، ما ندخلش معاك في لي ديتاي، اللي كنمشيو كنقلبو كنلقاو بان كاين الفيروس. وقول لي انت ما خبرش وصافي، وقولها لي وحاجه وترى الفيروس كاين. ونسيتك واحد الحاجه واحده اخرى، شي الناس اللي تبارك الله عندهم فائض الانتاج بحالك، اللي تبارك الله مسهل عليهم سيدي ربي، اللي تبارك الله عندهم الهمباكه، اللي تبارك الله عندهم مسؤوليه، خمسه هنا في الغيانيماسيون. دابا انا كندوي معاك في فرنسا، طبيب مغربي في فرنسا حاليا، وغادي ندخل للبلاد، غير باش نحاول نبدل العقليه ديال الناس بحالك. خمسه منهم غلاد، نقول انا بدل غلاد عاطينا غير القص وما كيديروش الريجيم حتى هما، ودخل ليهم الفيروس ياك، وبا مال كيبانو شوما بحالك في الانعاش، تيتنفسو بواحد لاباراي، ديك لاباراي كتساعد على التنفس الاصطناعي، ديك لاباراي اللي كاينه هنايا، اللي كاينه ما كايناش في البلاد، راه انتي الا وصلاتك الكورونا الحاجه راه محاش تبقى دوي بحال هكا. ولي باغيير فيزيولوجيك اللي عندنا حنا اصلا باش انهم ما يدوزوش الفيروس، انت عندك ناقصين، انت السنان عندك ناقصين، انت غير يدخل لك الكورونا، انت ما خصكش الدوي اصلا. الله تيقول لك جميل تتقي بالله، الله تيقول لك جميل يحب الجمال، ما خصك انتم تبقى عايشين بحال الصوره ديال لاكارت ناسيونال، الا ضحكتي ما كيعاودوها. عيفو ما خصكمش تقولوا شي حوايج بحال هكايا، ما تهرسوناش خدمتنا، ما تهرسوش الخدمه ديال وزاره الصحه، ما تهرسوش الخدمه ديال الناس، الا حشومه الحال. وانت ولاد العقل، وانت كنعرفك انا بحالكم نتوما، كنعرفكم كتجيو عندي الكونسلتاسيون، كنشوفكم هنا في المغرب، كنعرفكم كتبدلوا الراي دغيا فيكم الهضره بزاف عباد الله، كدويو بالخاوي. ودابا مشكل انا ما كندويش نورمالمون في جون دو فيديو، مي اوتون كو ميديسان جي لا ريسبونسابيليتي اوجوردي دو دير سو كو جون بونس، باسكو عندي مسؤوليه تحت رقبتي ونتحاسب عليها. وانت الا مشيتي حتى هاد الفيديو هادي دازت للمغاربه وسمعوها وتبعوا كلامك، انا شخصيا والله ما نسمح لك يوم القيامه.
والله ما نسمح لك يوم القيامة. بالله العلي العظيم الله يرحم لكم الوالدين، غادي تجمعوا راسكم، غادي فريمون تجمعوا راسكم وغادي تسكتوا وتسدوا فمكم. اللي ما قاريش، اللي ما عارفش، اللي ماشي اللي ما كيفهمش يسد درقومو. كارت ناسيونال بحال هكايا حتى الماكله من هنا او سي با نورمال. سا مي في ماروكير كيضرني انا هادشي، كيضرني كيضرني. خلي دابا المرضى وهابط غير باش ندوي معاكم، كيضرني. مي نو مي نو، لا الحاجه لا الحاجه لا. والسيده اللي حداك تقول لها تبارك الله تبارك الله تبارك الله نائبة وزيرة وزير الصحة. مي نو مي نو، لا 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 الدراري لا البنات لا، ما ديرولناش هادشي الله يرحمكم الوالدين، ما ديرولناش هادشي، ما ديرولناش هادشي، لا لا لا. فريدي بالدوا ما شفتش الفيديو انا في لوروب. بنادم او بنادم صافي راه فات لي تابوستينا كورونا، تيقول لك دابا واش حنا نبقاو ولا ما نبقاوش. راه الا مشى شوف، راه الا مشى حتى شي حد دخل تسارى في شي سوق فيه الكورونا، تنقول لك دخل تسارى في شي سوق تبان شي باب لحد شي الكزاع شي درب غلف شي سوق جو سي با في المغرب كامل وتقاس. وداك صح صحاب فائد الانتاج والترتوري بحالك تقاسو، واللي فيهم شويه السكر، واللي فيهم شي شويه ديال، واللي فيهم الله يحفظ الكونسير، واللي فيهم الله يحفظ اللي فيهم الله يحفظ السيده. السيده راه كاينه، الا ما كانش خبرك انت بعدا، راه بعدا راه كاينه السيده. واش ما خبرش كاينه السيده بعدا، وراه كاينه الفياش، راه كاينه صاحبتي. انا راه بان لي انت راه مازال ما استولك هادشي، راه كاين الدراري والشعب والمغرب والبلاد والخيل، وراه كاين هادشي. وصحابكم كان وصحابكم كنضحكوا، وصحابكم ما تيديرينو ياك، وصحابكم ما تيديرينو امريكان باش يحطموا العالم. راه كاين، راه انا دابا حاليا تنشوف، انا حاليا دابا كيديروا بالديبيستاج، كيديروا التشخيص ديال الناس اللي معنا في لوبيتال عندهم لو كورونا. مشيت شفت بعيد على حاجه تقي بيه. انا كندوي معاك طبيب ديال القلب، تقي بيه. راه كنمشيو كنديروا التحليله، كناخذوا التحليله وكنديروها وكنصيفطوها لواحد لابوغاتوار هنا في واحد لاغيجون هنايا فيها لي مويان، ولكن تيلمون ديباساو اللي كيصيفطوا لي سونتر الكبار. سونتر باستور اللي كبير كاين غير هنايا في تولوز، كيمشيو تيقلبوا تيشوفوا كاين الكورونا. فيروس كاين، بحال فيروس ديال بحال اكن وان كاين اصاحبتي. او زيرو معنا الله يرحمكم الوالدين. ودابا انا خديت من وقتي، جلس هضرت معاكم، شحتونا على الصباح. راه الله يرحم لكم الوالدين، ما بغيتش نبقى نشوف بحال داك لي فيديو. وكنهضر مع ناس يقول لك راه بحال ما كاين والو، بنادم خارج. راه عباد الله، راه الحاجه، راه الوسيله الوحيده باش ان ما يدوش داكشي هو اولا تجلسي في دارك، ثانيا تسدي فمك، خاصك تسدي فمك، وثالثا تنقصي من الماكله، خاصك ديري ريجيم الحاجه انتيا، انتي خاصك ديري ريجيم. كرشك واصله لك حتى لهنا، انتي كرشك تنشوفها من هنا واصله، انتي من الناس اللي تلقاو مشاكل باش نديرو نوسكولتاسيون كارديا باش نسمعو لهم قلبهم، مشاكل جو الناس اللي تلقاو لهم مشاكل باش نديرو التلفازه، تنبقاو عليكم طلعوا ما تطلعوا، راه عندكم مشاكل في حياتكم وفي خباركم، وراكم عايشين غير هكاك، راه غادي تعذبوا، غنهضرو على هادشي من بعد. ترجلوا معنا ولا خليونا صافي ولا صافي كاع، ديروا اللي بغيتوا كاع، موتوا كاع صافي، نتوما بغيتوا تموتوا.